السلام عليكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني اللي خرجت للعلن، يعني وين جاهد بزاف، يعني وين على طريقة زاتشي. احنا ما نقولوش جاهد بزاف، نقولوا زاتشي وجماعته هما اللي يمنعوا، هما اللي يديروا، هما نعرفوا صوالح. خد جاهد زبزاب لو كان جا صح 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 رئيس ايطاليا، كو دار غي ماناجر، كو تكلف ودار غي ماناجر برك، اللي ما ينجمش يهدر على ماناجر خاطر خاف واللي يطرد. هذه باش يكون على بالكم، هذه حد ما يقولها لحد، هذه حد ما يقولها لحد، لان الاتحاد انا نقولها لكم ونعاود. احنا اصبحنا نادي، اصبحنا ماشي منتخب هاوي، اصبحنا مثل ذاك النادي الهاوي اللي مكث كاع فوق الارض. هذه باش يكون على بالكم، بالك كنت تروح علاه راهم، علاه الاتحاديه خلعت في اجاكس ودار باللي بلادي اسميه، علاه خاطش علاه تروح لاجاكس خير منا حنايا، خير من الاتحاديه كومبلي، هيئه اكبر هيئه كره القدم، يعني يحكم فيها مدرب كيما يبغي. أن لازم رئيس الاتحادية السابق لازم ما يكونش، هذا نعرفوا التخطيط تاع من ومن من جاي، وهذا زبزاف لمن يخدم معروفة، زبزاف لما أنا نتحدى هذا زبزاف يروح يدير غير مناظر برك. حنا قبل نبداو في الموضوع تاعنا وكشف حقائق، ماذا بكم اعطونا جيم كومنتير، بارطاجونا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا اي اوديت ابونا معنا، وان شاء الله معكم دائما بجديد. حنايا وين نتكلموا على هذا الامر، امر خطير صراحه، نهرسوا اطارات. حنايا كل شغل راه عندنا، حنا كل شغل الجزائر تحشم يكون عندك عضو، يعني لا نبغوا حنايا رئيس اتحاد افريقي، نبغوا نائب برك، هذا مكان اخرين ما عندنا والو. وشاهدنا كيفاش نهار القرعه، حفل القرعه، كيفاش جاهز بزاف وين ينقص من القيمه تاع الجزائريين، يكونوا اطارات ينقص منهم، كانه هو يعني هو مدرب ما ينجمش، هو مدرب ما يقول له شيء شاك دير الواحد روح نتلامو، ما يديرهاش وما يديرهاش وعمره لا يديرها، عمره لا يديرها. كل اي عندك خلالك بيلون تاع هذا تاع التربص اللي فات تاع من نهار جوان وروح خلالك، والله ما خلالك كاع، والله ما سامع كاع بيك، انا ندخلك بلا في راسك، والله ما يسمع كاع بيك ولا سامع بيك، انا نقولها لك. خاطش عليها رانا نشوفوا كيفاش انت محكوم من برا ماشي محكوم من الداخل، انت محكوم من برا، انتوما تاع كيما نقولوا احنا مسرحيات ديروا بيانات، ديروا هذا البيان اللي داره هذا المكلف بالاعلام اللي كتبه، البيان اللي داره يدافع يندد على يوسف بلايلي، ماشي هو داره، هو عيط له لونترينير قال له دير شو بيان دافع لي على بلايلي. انا نقول لكم ما راك تشوف بالرحمه يلعب، بالرحمه يلعب، ونهار العرس، نهار العرس 19 نوفمبر، العرس اللي غادي يديروه في اوروبا، غادي تسيب بلايلي تيتيلر، يا ودي تيتيلر، توباكم مرضى ولا مالكم، مازلتم امنين بالغوله. انا نقول لكم ونعاود، هذا المدرب يعني بهذه الطريقه غادي ما غادي مين نروحوا لكوب دافريك اللي جايه، غادي نجيبوا الشعر ونجوا جايين، هذه الخطره هادي بابار، هادي خليها تمشي كيما هكا وتشوفوا وين غادي تروح. وين نعاودوا نولوا نتكلموا وين جاهد زفيزف يسير على خطى زاتشي ويبدا في ترحيه وتصفيه اعضاء جزائريين على مستوى الكاف، يعني احنا عندنا حبه وقيله ولا زوج، عندنا حبه ولا زوج برك، هذا مكان عرفت شو كيفاش طايحين على بعضهم بعض، بهدلتونا، اي من التالي بهدلتونا. انتوما تقولوا باللي كنتوا تقولوا باللي رئيس الاتحاديه الحاج محمد راو نعقلو مليح، وين زاتشي كان يكذب على الهواء الطلق ديريكت، هكا يكذب ديريكت على الهواء الطلق، يقول لك صرنا الاتحاد الافريقي خاوي، وحنا كان على بالنا بلي عندنا اصلا هاراوي راه الوضاحي وقالها، انا قلت لكم مقبل وزاد الوضاحي، كان عندنا 12 رئيس هيئه، 12 اي تيتو 12 رئيس هيئه، 12 رئيس هيئه، رؤساء هيئات، رئيس هيئة، 12 رئيس هيئة في لاكا، كنا مستعمرين هاك مصر نستعمروا فيها، وين الناس حطمت، وبعد جا زاتشي وين راسل
حامد احمد، حامد احمد رد له قال له يا ودي غادي تقلعهم، غادي تدخل غادي تدخلوا في حيط ما نعاودوش. قال له اقلع اقلع، خاطش على جايين ناس يعني مشروع فرنسي يعني باش نحطموا كره نحطموا كره القدم الجزائريه باش تتحطم. وهذا المشروع يعني كذبهم في 2019. الله غالب، ناس بغاو الشعب الجزائري يفرح، روحوا سقسوا طوطان. بن صالح مات الله يرحمه، القايد صالح مات الله يرحمه، وكاينين مكاينين واحد الحبات، كاين بدوي بالك يخبركم بالك. ماشي بدوي، لا، روحوا عند برناوي، برناوي رؤوف برناوي اللي على بالو واش كاين، روحوا عند رؤوف برناوي يخبركم. روحوا عند روحوا عند مراد بوطاجين، روحوا عند اللي كان سفير في مصر 2019 ويخبركم. خاطش على السينيغال عندهم بيناتي فالابل، الاربيت ما حسبهاش. ياه هيا شاكم باغي، شاكم باغي نزيدكم، كاين بيناتي فالابل عند السينيغال انذاك، بيناتي فالابل الاربيت راه على الفار وعاود ولا وقال لهم العب جوي. هذه هي هذه هي هذه هي لافريك يا المدرب اللي قلت لهم ما عندناش لي زاربيت، لي زاربيت تاع لافريك عطاوك كوب دافريك باش تعايرهم، لي زافريك تاع لافريك عطاوك كوب دافريك في 2019 باش تعايرهم. كان قادر يحبسك المخير، يحبسك الا ما على بالك شي، وكثر خير محرز في الديمي فينال. خاطش روحوا سقسوا سقسوا الاخر كي اسمه برناوي، علاش كان يقضب بالطياره يهود الجزائر، يعاود يولي يعاود يروح يعاود يولي، شعمل خطره شعل دار من الفواياج الجزائر مصر. روحوا سقسوه، روحوا سقسوه، راه حي، روحوا سقسوه يخبروكم، يخبروكم هذه كوب دافريك اللي جبناها، يخبروكم وين الناس تغلتها ولا دايرتها بوم قنبله موقوته، الناس دايرتها في جيبها قنبله موقوته. راك تشوف فاتت كوب دافريك، مازالت الناس تهضر لك على كوب دافريك، يعني ما يمحو لك 2022 لا دات سي محمد. كاين اللي زايد في 2022، كاين اللي زاد في 2022، ما تلزمش حتى تقلع له التاريخ الازدياد تاعو. هنا كاين اللي هنايا في الجزائر باغيين يمحوا 2022، بصح كاين اللي زايد في 2022، كاين اللي زايد لو 21 جانفي، كاين اللي زايد لو 11 جانفي، كاين اللي زايد لو 16 جانفي، هما تلزموش تقلعوا ذو لي دات. كاين اللي زايد لو 29 مارس، كاين اللي زايد لو 29 مارس فانيك، ما تلزموش تقلعوهم هذو لي دات. هذه هي وين وين جايز بزاف، يعني يسير على خطى بثبات ويبدا في تنحيه اعضاء جزائريين على مستوى الكاب. الجزائر الذي حاليا عضو واحد بارز فقط وهو شرف الدين عماره، وتم مراسله الكاب لتنحيته. للتذكير، شرف الدين عماره كان قد شغل منصب رئيس الفاف قبل ان يعلن استقالته بعد فشل بلوغ مونديال 2022. يعني وين هذه هي هذه هي هذه هي هذه هي شنو غادي دير خويا، غادي دير ماشي زي. انا نقول لكم جاي بزاف لي لي مرا عاهره 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 خشيه لا ولا عاهره، تجي تقول له كيما درتك نقلعك، امرا اللي تقول له والله ما تخرجش تهدر وتقول باللي المدرب مازال معنا، انت راك عارف شتانا، انا عارف انت هذه حاجه ما انا هذه ما بغاش تدخل في راسي. بعد يجي يقول لك في القناه تاع النهار يديروها، يقول لك مستشاره الاتحاديه، مستشاره تاع مدرب ولا مستشاره، الشيطان وحده تخرج دير فيديو كيما نهار اللي دار فيديو البشيخ، يعني قالت واحد الكلام، يعني جابت واحد العاهره كيما هي، يعني جابتها ودير في واحد الكلام وهدرت واحد الكلمه، يعني من بعد يومين من بعد تسيبها دايره لايف مع مدرب. على بالك بلي هذه ما على بالك بلي ما وتجي تهدر تقول لك هذو لهم يهضروا، قلعوا لهم قلعوا لهم المعيشه تاعش معيشه. انا نتحداك شكون اللي شاف، شكون اللي شاف شروبير في طياره ولا في روتر ولا منا ولا شكون؟ الحمد لله يا ربي. شكون نتوما؟ الحاجه اللي فيكم نتوما ملصقين في ناس حاجة. هذه العاهرة هذه اللي نكرهها انا، هذه العاهرة هذه نقول لكم عليها، هذه عايرة كاع الناس، عايرة كاع الجزائريين. هذه امرت بحرق يعني بيروات تاع الفوط، امر على بالك امرت يعني باش الشعب الجزائري ما يستعرفش بهذا الرايس، امرت يعني المؤسسة العسكرية بزاف صوالح هذه العاهرة هذه. واليوم جاية بيتوري لي الوطنية، تي توري لي الوطنية.
تيتوري لي الوطنيه يا الخانزه. هذه هي قعدوا كيما قعدوا، راكم علامه مليح كاع. لا ما تنساو اعطونا شام كومونتير وبارطاجوا معنا الفيديو، وان شاء الله معكم دائما بجديد، وربي يحفظكم خوتي وصحيتكم.